خلينا ناخذ هلا مقادير لكيكه البرتقال. يلا انا راح ادوقها هلا، راح ادوقها يعني، بس مش هاكلها كلها شقفه لانه اكلت نص المغلي وعندنا كيك وعندنا حلويات ثانيه. خلينا ناخذ مقادير كيكه البرتقال قبل ما نطلع لفاصل. يلا يلا. إذا كيكة البرتقال البيتية بنحتاج لها عدد 2 من البيض، معلقة كبيرة فانيلا، معلقة صغيرة برش برتقال، ونصف كوب من زيت النباتي، وكمان بدنا كوب من عصير البرتقال. نعم. وبدنا كمان كوبين ونص طحين، كوب سكر، ومعلقة كبيرة بيكنج باودر. بظن هذا الكيك ما في حدا ما بتذكره، يعني عم نحكي عن يمكن مش الأجيال الصغيرة هلأ، كتير إحنا كأجيال منتذكر هذا الكيك، وهيك على السريع كانوا الستات الله يحموهم أهالينا يخلطوا، وبنص ساعة يكون الكيك ولا ساعة يكون الكيك جاهز. يلا ناخد ولاء. صباح الخير يا ولاء. صباح الورد يا هلا. أهلا وسهلا فيكي حبيبتي، كيف حالك؟ منيحة الحمد لله، تسلمي. الله يسعدها. احكي مع الشيف علا. هيها عم تسمعك الشيف علا. الو صباح الخير. صباح الورد والورد. اهلا وسهلا ميت ورده. هلا يا قمر حبيبتي، كيف حالك شيف علا؟ رضا، نشكر الله الحمد لله. قولي حبيبتي. بدي اسالك اول شيء، بدي اهني جوزي اليوم عيد زواجنا. ايوه احنا العمر كله الاهم بعدين السؤال. 100% الله يسعدك حبيبتي. حسنا وانت سالمين وانت سالمه يا رب. فأنا كنت إيش محتارة، شو بدي أسوي شو بدي أعمل، فلقيت الكيكة والهريسة يعني على الوجع. على الوجع. يلا إن شاء الله بتضلوا لبعض وبتسوي له أحلى الأيام، إن شاء الله أيامكم الجاي كمان أحلى وأحلى إن شاء الله. بس بدي أسألك شيف علا، هلا بتضبط البسبوسة من غير حليب؟ بصير هم معلقتين أنا بس عشان تخليها تضل فلافي معي ما تعجن، بس ما في. اسمعي بدليها بشوية حليب سائل، محدش شايف. مش بتحط شيء، ما فيش حليب لانه بس غير حليب. ما في، مش مهم. يا ستي ما في، حطي معلقه لبن اذا في. بزبط لبن. شكرا لك، غلبتك. وبعد تهاني اسمه كمال ابو هنطس، ابعث له كل التهاني له ان شاء الله، والعمر المديد له ان شاء الله. يا رب يا حبيبي. آمين. يا رب. الله يهدي بالكم يا عمر. امين يا رب. طيب احنا حكينا مقادير كيكه البرتقال البيتيه، بس رح نطبقها ونطبق على الكل، ونتمنى لكم امنيات كثير حلوه. بس بعد الفاصل. يلا. يعني الهريسة أو اليانسونية صارت جاهزة على سفرة مطبخ يوم جديد، وكيكة البرتقال البيتية كانت بصالون تجميل قاعدة عم تتجمل. حطت المناكير. شوفوا قدي تفاصيل بسيطة، يعني الكيكة اللي احنا متعودين عليها السريعة اللي بمكونات بسيطة من بيتنا صار شكلها زي اللي يعني جايبينها كيكة فاخرة صراحة. صحيح. بخطوات كتير بسيطة وحلوة بتقدر تقدميها بشكل جميل. يا سلام. صح. كرامبري، روزماري، برتقال، لانه دائما بتقولي الشيف علا حطوا فوق شيء يدل على انها الكيكه برتقال، فهي حطت لنا كم من شرحه من البرتقال، وصارت هلا هيها جاهزه على سفرتنا. بضل عندنا الكراويه او المغلي او ايش بدكم تسموه، انا اكلت نصه صراحه ولسه عندي اليانسونيه، يعني في اشياء كثير. خلينا نشوف مقادير المغلي اللي هلا بلشت لنا فيه الشيف. لا هلا كيكه البرتقال. احنا ما عملناها. لا حكينا مكوناتها بس ما عملناها. طيب سوري. سريعه كثير. سوري عدي معي قديش على ساعه. انا من كتر سرعتها نسيتها يعني. يلا. كوب سكر، حطينا بيضتين قبل، بيض وفانيلا وسكر، بعدين زيت. تمام. نص كوب برش برتقال، معلقة كبيرة بدون اللب الأبيض بس برش. أوكي. يلا نصبع عين فؤاد زواهري. عصير برتقال. أمل الكاتب.
مقادير الهريسة، يعني هي راح تنزل على اليوتيوب المقادير لأنها كثيرة مش راح نقدر نرجع نعيدها، بس راح ترجع أكيد على اليوتيوب، وهي موجودة على اللايف إذا بتحب تشوفيها من الأول. أم يزن صباح الخير، عبد المالك الراعي صباح الفل، انفراس ياسين، مخالد الشريدة، فداء حنتولي صباح الفل، طارق الشنقيتي، ماجد أبو رياش، حنان إدريس، ميادة خزموس صباح الفل، صباح الحلاوة على الحلويات صباح الفل. شايفين بس بنحط بيض وبعده السكر وبعده الزيت وبعدين بنبلش ننزل بالنواشف، الطحين والبيكنج باودر والأمور هاي. هلأ هون أنا خلطتهم، فيك تستخدمي الويسك هيك باستخدام إيدك بس لحتى نخفق كتير المكونات ويدوب معاي جزيئات الطحين. شايفة هذا قوامها، برش البرتقال بيعطيها طعم كتير طيب وزاكي. بتروحي على فرن محمى مسبقا الرف الأوسط على 180 وبتدهن القالب زيت أو زبدة مع طحين وبتخبزي وانتهى الموضوع. تمام. أذكى شي هاي مع كاسة الشاي صراحة، وسهلة ومفيدة وحلوة وخلص. يعني الصبح أوقات كتير الواحد ما بيكون عارف شو يفطر، بخط شقفة هالكيكة مع كاسة الشاي، وإذا بتخفف السكر بكاسة الشاي كمان بيكون كتير أحسن لأنه بتطلع الطعمة صح. بس جربي. خلصنا. هلأ هاي الكيكة إذا بحبوا ما يحطوا سكر كوب جوا، فيك تجيبي كاسة عصير برتقال تذوبي فيها 3 معالق كبار من السكر وبعدين إيش تسوي؟ تشرب الكيكة وهي سخنة. بطلع كتير زاكي. هاي بالضبط. كمان طريقة. إذا ما بدنا السكر جوا شو بنعمل؟ بنشيل السكر من اللي هو المقادير. شايفين القوام شوي تقيل بس كتير زاكي، يعني ما بيكون اللي هو سوفت كتير. وبعدين بنجيب كاسة من عصير البرتقال وبندوب فيها 3 معالق كبار من السكر. حلاوة البرتقال مع السكر بتحلي ليها هون. فيكي انك تسقيها وهي سخنة. انتهى الموضوع. اشي كتير زاكي وطيب بصراحة. تمام.